بس
مش ممكن تقدر تصرف فلوس بشيك مزور او ملوش رصيد.
بالظبط كده. اي واحد بيعمل خطيه لما بيتوب يطلب غفران، فما لكش رصيد في الغفران. غفران ليه؟ غفران لك لما غلط، اللي غلط اتعاقب، اديك غفران ليه. فالمسيح عمل الفداء بتاعه على الصليب ده عباره عن كنز من الغفران. حط لنا الكنز ده فين؟ في الملك في السماء. فاصبح اي حد فينا بيغلط بيروح لابونا، ابونا بيديله شيء بالغفران، هيلاقي ليه بسيط في السماء، لان المسيح خزن هذا الكنز قدام الاب. لما نروح للاب نقول له اغفر لنا خطايانا، اول ما اشوف دم المسيح يغفر، لان فيه ثمن مدفوع. لو كان ما فيش دم المسيح ده يغفر لي، ايه سبب الغفران؟ هل الله يتساهل مع الخطيه؟ وجد الخطيه موت ومفيش تنازل. الله لا يتراجع في الكلام، والله لا يتهاون مع الخطيه، ما يحبش الشر. ايه اللي يخليه يغفر؟ ليه النهارده مجرد بغلط بروح اعترف باخد الغفران كده سهل؟ ليه؟ لان الثمن مدفوع ومتخزن في السماء. عشان كده تلاحظوا حاجه، اللحظه اللي فيها المسيح هيخرج من السماء عشان يجي في المجيء الثاني، كل الشعوب هتشوفه جاي على السحاب. الملحدين والبعيد والقريب والوحش والكويس كله هيشوف. كل تأكيد كل الناس هتندم ان هي ما امنتش بالمسيح او ما عاشتش في حياه القداسه. هذا الندم ملوش تمام. هيقولوا للجبال ايه؟ اسكتي علينا، وللاكان بطينا من وجه الجالس على العرش. هو ده مش توبه، هو ده مش ندم على الخطيه. ليه ما يحصلش ساعتها ربنا يقول خلاص ما دام انتوا عيطتوا وتوبتوا هقبلكم؟ سبب واحد، ان الكنز اتسحب، الرصيد بتاعك بقى مش موجود في البنك. خدي بالكم دي. عشان كده المسيح مش ممكن يترك الاقداس العليا اللي جالس فيها الا في المجيء الثاني. اوعى تسمعوا شروحات اخرى ما تؤمنش بالافخارستي، يقول لك المسيح هيجي السنه يخطف المؤمنين، وبعدين هيجي مره ثانيه يملك على الارض 1000 سنه، وبعدين هيجي مره ثالثه علشان ياخذ المؤمنين ويرديهم السماء. مفيش حاجه زي كده. هو طول ما هو موجود في الاقداس العليا سبب غفران للي يؤمنوا به ويتوبوا. اول ما يخرج من الاقداس العليا مهما الناس تابوا ما لهاش رصيد من الغفران في الهديه عند ربنا. يبقى هو صعد علشان يقدم هديه ذبيحه للاب، فتصير سبب غفران لكل من يؤمن، كل من يتوب ويستند على هذا الكنز من الغفران، رصيد بتاع الغفران. عارفين الرصيد ده قد ايه؟ يعني ممكن واحد فيك يعني يكون عنده رصيد في البنك مليون دولار، ده يبقى مليونير وحاسس ان هو احسن من كل الناس. الرصيد بتاعنا في البنك الالهي من الغفران يساوي ما لا نهايه. عشان كده من غير سحبنا منه ما بيقلش. الفينيتي دوت نقص منه اي حاجه ما بيقلش. عشان كده هذا الرصيد من الغفران غفر للناس اللي قبل الصليب والناس اللي بعد الصليب، يعني سلطانه امتد قبل وبعد، بدليل ان الناس اللي كانوا محبوسين في الجحيم فرقهم ودهم القدوس. محبوسين ليه؟ ما كانش لسه في غفران. ركزوا معايا، كل واحد غلط في العهد القديم وقدم ذبيحه بقى عنده شيء بس ما فيش رصيد. خليه معاك بقى لغايه ما يجي الرصيد. كل ذبائح العهد القديم، عشان كده اتقالت النهارده في فصل البولس، قال له ذبيحة مقدمة لا تصرف لكن هيأتى لي جسدي جسدا. لأن ذبائح العهد القديم ما كانتش بتغفر، كانت مجرد رمز لذبيحة المسيح. فكل اللي معاه الشيكات ديت راح ركب في الجحيم مستني إيه؟ إن المسيح يجي ويحط كنز الغفران قدام عينينا. عشان كده ما عرفوش يخرجوا من هذا الجحيم إلا يوم الجمعة العظيمة لما المسيح مات وراح نازل الجحيم اخذهم وداهم الى الفردوس.
للآب بنقول في القداس أصعدت بكورتي إلى السماء. يعني إيه كلمة بكورة؟ بكورة يعني البداية أول حاجة. وكان زمان يفهموها أوي اليهود لأن كان عندهم عيد اسمه عيد البكورة أو عيد البكورات. في العيد ده كان بيعملوا إيه؟ كل واحد عنده أرض بيزرعها يجمع الحصاد بتاعه وينقي أحسن جزء ويقدمه بكورة للهيكل. تلاقي الناس جاية الكنيسة جاية الهيكل كل واحد معاه الإنتاج بتاعه بيقدمه لله. أحسن إنتاج بيقدمه لله. الشريعة دي والعيد ده كان بيشاور على المسيح كأن البشر هم الثمرة بتاعت الأرض. طب قولوا لي بالحق كده لو عدنا ندور في وسط البشر عشان نقدم خدمة لله هنلاقي أنهي جسد أحسن جسد؟ عشان كده ما كانش ممكن نقدم البكور للآب إلا لما جه المسيح هو أعظم جسد وأنقى وأقدس جسد. عشان كده بيقول أصعدت بكورتي إلى السماء. الفلاح اللي بيجيب البكورة من الغيط ويوديها للهيكل بيبقى فاهم إن سبب البركة لكل الإنتاج بتاعه. عشان كده لما بيقول أصعدت بكورتي إلى السماء بيقول له بركتك طبيعتي فيك. فصعود المسيح إلى السماء هو عينة من البشر قدمناها للآب. والعينة دي مقبولة جدا لأن ما فيهاش عيب. وبسبب العينة دي يصير كل البشر فيهم بركة بسبب دروس المسيح عن يمين الآب. ولما بنيجي نحكي الحكاية دي في القداس ركزوا في الحكاية دي يقول إيه؟ وعند صعودك إلى السماوات إيه؟ جسدية. ليه بيقول جسدية؟ لأن لما أنا أقول المسيح صعد للسماء ممكن في ذهن واحد إن اللاهوت بيطلع وينزل. هو اللاهوت موجود فين؟ كل مكان. طب يطلع فين ينزل فين؟ ده المسيح لو طلع باللاهوت معناها لاهوته محدود ويبقى الارض ما فيهاش المسيح من جهه اللاهوت. لو ساعه لما تجسد معناها السماء ما فيهاش المسيح. المسيح في كل مكان باللاهوت. لكن لما نيجي نتكلم عن الصعود بنتكلم عن صعود ايه؟ جسديا. عند صعودك الى السماوات جسديا طبعا في القداس بنقول اذ ملأت الكل بلاهوتك. لكن هي معناها في الدرس مش عارف انتوا بتترجموها ايه في الانجليزي. فيما انت مالئ الكل بلاهوتك صعدت الى السماوات جسديا. فيما انت مالئ الكل بلاهوتك صعدت الى السماوات جسديا. هذا الصعود علشان نصعد طبيعتنا البشريه ويبقى مندوب هناك وبكر وشفيع فينا قدام الآب. ليه شفيع قدام الآب؟ ركزوا في حتة دي جميلة جدا. المسيح عنده لاهوت وناسوت وحدة واحدة صح؟ من جهة لاهوته يساوي الآب في الجو. ومن جهة ناسوته يساوينا احنا في الجو. عشان كده لما حصل الاتحاد في وقت العذراء صار الاتحاد بين كل ما هو إلهي وكل ما هو إنساني. فيصير المسيح بس هو اللي يقدر يتوسط بينا مع الآب. لأنه من ناحية واحد مننا ومن ناحية تانية واحد من الثالوث. عشان كده في كاهن احنا الكهنة فينا حتة زي كده. أنا لما بقى أخش للشعب ربنا باصص عليا يشوف فيا كل الشعب. وأنا لما ببص لكم أنتوا تشوفوا فيا ربنا. تقول ده رجل الله. فأنا قدامكم رجل الله وقدام ربنا انا مندوب الشعب. هو ده عمل الكهنوت اللي قام به المسيح. احنا لما بنشوف المسيح بنشوف الله. مش قال النهارده كده؟ من رآني فقد رأى الآب. انا متاكد ان المسيح لما يقف قدام الآب يقول له من رآني فقد رأى الانسان. طب ايه رايكم؟ لو ربنا عايز يشوف الناس الحلوين هنلاقي احسن من المسيح يمثلنا؟ طيب لما الآب يبص يشوف المسيح مش بيعرف ان البشر دول حلوين؟ واحنا لما نبص في المسيح مش بنعرف ان الآب
ومحب جدا للبشر. عشان كده يصير المسيح فعلا هو الوسيط بسبب اتحاد اللاهوت بيسوع في شخص واحد. فاحنا نرى فيه الاب والاب يرى فيه الانسان. ليه المسيح على الصليب قال الهي الهي لماذا تركتني؟ لانه هنا بيمثل الانسان. عارفين لو ادم صرخ قال له الهي الهي لماذا تركتني؟ يقول له اقول لك يا ادم انت عملت وسويت وكسرت وبوظت الدنيا وافسدت الطبيعه الحلوه عشان كده تركتك. هيلاقي اجابه. لكن لما المسيح يتولى هذا السؤال ويقول للاب الهي الهي لماذا تركتني؟ الاب يقول له مش ممكن اسيبك. فتبقى الكلمه اللي جت للمسيح وصلت لمين؟ للبشر. مش ممكن اسيبك دي جت لنا احنا. عشان كده فعلا تركت طبيعتي فيك. صعود المسيح للسماء حاجه مهمه جدا. قلنا لما الواحد يقدم الذبيحه للاب ويصير شفيع بدمه من اجل غفران الخطايا. ونمرة اثنين ان هو يسعد البخور عشان يبارك البشرية. ونمرة ثلاثة هو قال عشان ابعت لكم الروح القدس. ان مضيت ارسلكم اليكم. طب ما يكونش انت موجود ليه والروح القدس موجود ليه؟ مش ممكن اتخيل ان المسيح في حتة والروح القدس في حتة. هو كان في فلسطين بجسده لكن لما طلع للسماء ارسل لنا الروح القدس. الروح القدس هو روح المسيح. فلما يحل فينا يبقى فينا المسيح. طب هسألكم سؤال. فينا المسيح فينا الروح القدس فينا الاب الى الروح؟ انا فينا الاب ولا مش فينا؟ انا في الاب والاب فينا طبعا. لان مش ممكن نتخيل في انفصال بين الاقدام. المسيح نفسه قال دي عشان تبقوا مطمنين يعني. قال الذي يحبني يحبه ابي. أنا إليك نأتي وعندكم أصنع مسكنة. يعني الآب والابنين ومعهم الروح القدس. فنحن صرنا مسكن للثالوث. في حاجة أجمل من كده وأعظم من كده. فالروح القدس لما المسيح أرسله كان عشان يسكن فينا ومعنا إلى الأبد. وقال يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. عشان كده إحنا من خلال عمل المسيح العظيم على الصليب وأعماله الخلاصية صار لنا علاقة مش بس مع الآب ولا مع الإبن لكن كمان مع كل الثالوث الآب والإبن والروح القدس. ربنا